موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم على الشرق الأوسط 1450 AM. هاربر لا يعتزم الانضمام إلى تحالف الهادئ على المدى القصير. دوني لوبال يسعى مجددا لإبقاء المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال. مفوضة حماية الحياة الخاصة تطالب بالمزيد من الصلاحيات. صباح الخير. أكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أنه لا يزال من المبكر اتخاذ قرار بشأن انضمام كندا إلى تحالف الهادئ في إطار الجهود الرامية إلى الاندماج الاقتصادي. وأتت تصريحات زعيم المحافظين في أعقاب المشاركة في لقاء بزعماء دول أمريكا اللاتينية والذين يرغبون في تأسيس كتلة اقتصادية مشابهة للاتحاد الأوروبي بغية منافسة آسيا. وشدد هاربر على أهمية تواجد كندا في إطار التحالف من حيث خطط البلاد في الأمريكيتين وجهودها الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والازدهار والأمن إلى جانب دول أمريكا اللاتينية التي تشاطرها الرؤية نفسها. نعيد التذكير أن التحالف يضم المكسيك والبيرو وتشيلي وكولومبيا، وهناك عدد آخر من الدول المشاركة في التحالف بصفة مراقب على غرار كندا. ورأى هاربر أن كل تلك الدول لديها قاسم مشترك يتمثل في إرساء نظام طموح للانفتاح الاقتصادي والاندماج، وبأن تلك الدول جاهدة في سبيل تعزيز القيم الديمقراطية التي هي في صلب المهمة الدولية لكندا. ورأى عدد من المراقبين أن على كندا أن تتحفظ عن الانضمام إلى تحالف الهادئ، لأن كندا قد بدأت بالتفاوض مع عدد من اللاعبين على الصعيد الدولي بشأن اتفاقات للتبادل التجاري الحر، ولأن التبادل التجاري الحر قائم حاليا بين كندا والدول الأربع الأعضاء في التحالف. انتهز وزير النقل الكندي دوني لوبال فرصة تواجده في المنتدى الدولي للنقل لشحذ دعم عدد من ممثلي الدول لإبقاء مقر المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال. هذا ويعقد المنتدى في مدينة ليبزيك في ألمانيا، حيث أكد الوزير أن ردود الفعل الأولية كانت جيدة، متحفظا عن إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن. واجتمع الوزير لوبال مع ممثلي كل من ألمانيا والصين وتشيلي والهند والنرويج واليابان وفرنسا وتونس والمغرب وتركيا وكوريا الجنوبية. وأوضح الوزير الكندي قائلا إن كل تلك اللقاءات تمحورت حول عدد من الملفات وليس حصريا حول مسألة المنظمة الدولية للطيران المدني. تجدر الإشارة إلى أنه لغاية الساعة فإن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا قد أعلنت عن اعتراضها على نقل المنظمة إلى قطر. طالبت مفوضة حماية الحياة الخاصة في كندا الحكومة الفيدرالية بتحديث القانون لإلزام المنظمات والشركات بالكشف عن الحالات التي تطال سلامة المعلومات الشخصية والأشخاص الذين تطالهم تلك الحالات، ملوحة بإمكانية فرض غرامات مالية على الشركات المتخلفة عن القيام بذلك. وأكدت المتحدثة جينيفر ستودارت أن المعلومات الشخصية تعتبر كمحرك الاقتصاد الرقمي، وكلما ارتفعت نسبة اعتماد الشركات على المعلومات الشخصية كلما ارتفعت نسبة تعرض تلك المعلومات للخطر. وكشفت أمس ستودارت عن أبرز أسس تحديث القوانين التي من شأنها حماية المعلومات الشخصية. هذه القوانين التي هي قيد التطبيق منذ عام 2001، أي قبل وصول فيسبوك، تويتر، ستريت فيو وجوجل. كما تطالب مفوضة حماية الحياة الخاصة في كندا بالمزيد من الصلاحيات لفرض عقوبات جزائية إدارية. أكد أمس الخميس رئيس مجلس الشيوخ الكندي أن الشرطة الفيدرالية طالبته بمجموعة من الوثائق المرتبطة بفضيحة مخصصات السكن والتي طالب بها بشكل غير مشروع أعضاء مجلس الشيوخ مايك دافي وباتريك برازو وماك حرب. ولا تزال أصداء هذه القضية تتردد في أوتاوا في أعقاب تصريحات جديدة لدافي والكشف عن محادثات بين رئيس مجلس الشيوخ المكلف بتسليط الأضواء على هذه المسألة ومكتب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.
أكدت المحكمة الفيدرالية أنها وجدت أدلة تؤكد عملية الاحتيال التي أصبحت تعرف باسم الاتصالات الأوتوماتيكية أو الاتصالات المضللة والتي جرت أثناء الانتخابات الكندية العامة عام 2011. تتعلق هذه القضية باتصالات وصلت إلى الناخبين الهدف منها توجيههم إلى مكاتب اقتراع أخرى. بالمقابل رفضت المحكمة إعادة الانتخابات في الدوائر الست التي تطالها الدعوى القانونية، مشيرة إلى أنه لا شيء يثبت أن هذه الإجراءات كان لها تأثير على نتيجة الاقتراع. أعلن المكتب الوطني للطاقة أن أسعار الوقود ستبقى مستقرة خلال فصل الصيف في كندا، وبأن الأسعار لليتر البنزين الواحد ستتراوح بين $1.20 و$1.30 خلال فترة الصيف، مقارنة $1.27 بالمعدل لليتر الواحد خلال صيف 2012. ووفقا للمنظمة الفيدرالية، فإن المخزون الفائض من النفط الخام ومنتجات النفط التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا وتنامي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول فضلا عن النمو الضعيف للاقتصاد العالمي، كل تلك العوامل ستساهم في إبقاء الأسعار على ما هي عليه في محطات الخدمة بين شهري أيار مي وأيلول سبتمبر. إنما قد تعود الأسعار إلى الارتفاع بشكل مفاجئ بفعل التوترات السياسية في عدد من الدول. رفعت أمس الخميس بلدية موريال وبعد طول انتظار وفي وقت متأخر من المساء حظر تناول المياه دون غليها، وطال التحذير قرابة 1,300,000 شخص في عدد كبير من الدوائر في المدينة. وكشف رئيس البلدية مايكل أبلبوم أن تحليل العينات لم يكشف عن وجود أي نوع من أنواع البكتيريا غير الاعتيادية. وبظرف 24 ساعة سجل مكتب خدمات الاستعلامات الصحية إنفو سانتي 445 اتصال مرتبط بأزمة المياه، ومنهم 14 حالة فقط أحيلت إلى طبيب، واقتصر الأمر على عوارض خفيفة جدا لم تستدعي تدخل رجال الإسعاف ولا ضرورة التوجه إلى صالات الطوارئ. وأكد رئيس البلدية الذي كان غائبا عن الساحة في بداية الأزمة بسبب وفاة شقيقه أنه يتفهم أن الوضع قد كان له تأثير على الحياة الطبيعية للمواطن وكانت له تداعيات، إنما البلدية مضطرة إلى أخذ كل الإجراءات اللازمة وكان من غير الممكن المجازفة بصحة المواطنين. عمد رئيس بلدية تورونتو روب فورد إلى طرد مدير مكتبه وأحد أقرب المقربين منه مارك توهي، والذي أكد أمس عند مغادرته مقر مبنى البلدية أنه لم يقدم استقالته دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وبأنه يترك منصبه بعد مباحثات مع رئيس البلدية. يأتي هذا الخبر في أعقاب السجال المثير للجدل بعد ظهور صور لرئيس البلدية في مختلف وسائل الإعلام وأنباء تؤكد أنه تعاطى المخدرات، مع التذكير أن فورد لم يعلق منذ أسبوع على الأحداث إلا مرة واحدة، واصفا الإدعاءات بالسخيفة والمثيرة للضحك. كشف أمس الخميس مصرف تورونتو دومينيو عن أرباح صافية بلغت $1,700,000,000 للربع الثاني من العام المالي، بارتفاع بنسبة 2% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث سجل يومها المصرف أرباحا بواقع $1,690,000,000، وبلغت عوائد تيدي 6 مليارات مقارنة $5,750,000,000 في الربع الثاني من العام السابق. صدر أفراد الجمارك على الحدود الأمريكية الكندية في معبر سان برنار دو لاكول في المونتريجي 6500 كيلوغرام من التبغ المهرب في شاحنة كانت تحاول عبور الحدود إلى الأراضي الكندية. وقدرت السلطات قيمة التبغ المهرب بقرابة $500,000 وفق ما أكدته وكالة الخدمات الحدودية في كندا، مع التذكير أنه خلال عام 2012 بلغت قيمة التبغ الذي صادرته الوكالة أكثر من $3,000,000. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.